وليس لي بعد بهاء كلام، لأن السورة من الآية 56 من سورة العنكبوت بيّنت كرامتين للبيت الحرام. في الأولى يقول ربنا: أولم نمكن لهم حرما آمنا، اسمع، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. والثانية يقول رب العزة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وفي هذه الآية في كلمة يتخطف شرح كبير، والليل عليه قصير، إلا أنني أبدأ بالتذكير بما قاله أحد الشعراء الأمير: للكعبة لسان وشفتان تتحدث كما يتحدث الإنسان، وإن الرحيم الرحمن الذي أمر ملائكته ببنائها أول الزمان يأمرهم برفعها آخر الزمان، فيأتون إليها ليجردونها من ثيابها السندسية ويجرونها من حلقاتها الذهبية قائلين لها: هيا يا كعبة الله سيري. فتقول الكعبة: لن أسير حتى أعطى سؤلي. فيقولون لها: اسألي. فتقول الكعبة: لن أسير حتى يغفر الله لكل من طاف بي من أمة محمد. فيقولون لها: لك ما سألت، هيا يا كعبة الله سيري. فتقول الكعبة: لن أسير حتى يغفر الله لخدامي وجيراني وورادي. يقولون لها: لك ما سألت، هيا يا كعبة الله سيري. فتقول الكعبة: لن أسير حتى يغفر الله لكل من اشتاق إلي ولم يستطيع إتياني. لك ما سألت، هيا يا كعبة الله سيري. فتقول الكعبة: لن أسير حتى أعطى سؤلي. فيقولون لا أسألي. فتقول الكعبة: لن أسير، أسمع، لن أسير حتى يغفر الله لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقولون لها: لك ما سألت، هيا يا كعبة الله سيري. فتقول الكعبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. اوعى تفكر ان اللي مشتاق للكعبة من نفسه، هي اللي مشتاقة اليه اكتر. والموضوع ده كبير، ما اقدرش اتكلم تاني لحشان الشيخ محمود بعد المروح هيقول لي تطويلك في الخطبة حركات مش عجباني وممكن يزعل مني وينساني. فهقول لكم يلا الى مسك الختام، الى القرآن سيد الكلام، الى ذكر المولى العليم العلام، الى معجزة المصطفى سيد الأنام. والقرآن تشريعات وأحكام، خير مبتدأ وأجمل ختام، وهو المفرق بين الحلال والحرام، فمن عمل به على الدوام كان من الفائزين يوم الزحام، وجعل الله في الجنة منزلة ومقام. فهيا شيخنا محمود لتنشد وتشدو على نغم العود، وأنت من أهل القرآن لك مع القرآن جود،
لتتلو علينا من آيات المولى المعبود، لتسمع الملائكة الشهود، وتمتع كل حاضر موجود. قارئنا الشيخ محمود علي حسن. طبعا سيدنا الشيخ محمود يقرأ فجر الجمعة، وتقرأ كمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت امرأة فرعون عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه ومريم ابنة عمران 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 التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه
وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك مريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده وهو على كل شيء قدير.
الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فوسطن به جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات قدحا فالمغيرة صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن كلا كلا لينبذن
لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط اهدنا الصراط افتح مصباح من الهداف السعودي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نادي يا سيدنا وعلى صباحك نادي. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا يحفظك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى لا ريب فيه. هدى لا ريب فيه. هدى فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى لا ريب فيه. هدى لا ريب فيه. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هكذا إخوة الإيمان،
ختمت ليلة القرآن بالقارئ القروان علم إذاعة القرآن قارئ فجر الجمعة بإذن الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن كروان الجمعة والفجر بالإذاعة المصرية في ليلة تكريم الحاج حمادة محمود مصطفى مشاركين الأسرة الكريمة أبناءه الأكرمين وإخوته النبلاء شاكرين باسم الشيخ سند الشيخ أحمد أمين والحج شكري شاكرين لكم جميعا باسم الحج أسامة الحج محمود وكذلك معلم تامر والأستاذ سيد الأستاذ محمد والحج أحمد محمود مصطفى وأسرة المرحوم الحج هاني شاكرين إلى صاحب دعوتنا اليوم الأخ الكريم الشيخ حمادة أبو نصرة شاكرين للصيدلي الكريم الأستاذ عاطف العنوزي شاكرين لأهل الدعوة أهل الدعوة الذين شرفونا جميعا وعلى رأسهم سيدنا الشيخ مؤمن والشيخ عبد العال أصحاب الفراشة الذهبية والإنارة اللؤلؤية حد السيد عبد الغني ببيت أبو خالد الهندسة الإذاعية المهندس مؤمن الفكهاني كذلك مقدم الضيافة الحج سامي وأولاده بالرحمنية مخرجنا وقناة سفراء القرآن الكريم مخرجنا ناصر صلاح ومصورنا صلاح ناصر شاكرين لكم جميعا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.